السلام عليكم الإخوان، أهلا وسهلا ومرحبا. حلقة ديال اليوم بغيت نتكلم على السنسس، وبالضبط على تفاصيل ديال إلغاء عمليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السنسس لفائدة العمال الغير الأجراء. يعني الفرق بين العمال والأجراء، راكم عارفين العمال هما اللي ما مديكلاريينش في السنسس، هما اللي خدامين خدمة حرة، يعني تجارة مهنة، هذه ما عندهمش واحد الشهرية. قبل ما نبدأ في الموضوع غادي نبين لكم واحد الأوديو اللي غادي تسمعوا فيه التفاصيل الكاملة من لسان مسؤول في السنسس، لأن العديد دابا ديال الفيديوهات اللي كتشوفوا حاليا الدعم الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللي من هب وداب ولا كيخرج تهوى كيشرح وتعطي واحد المغالطات للناس، والناس راكم عارفين كاين اللي كيثق بهم وتيمشي كيدير داكشي اللي تيقولوا وكلشي غلط. علاش بنادم ما يكونش واحد شويه ديال الوعي ويسمع؟ ماشي كنقول لكم غتسمعوا لي انا، غتسمعوا الناس المسؤولين من داخل الوكالة للضمان الاجتماعي، تمشي وما فيها باس عندهم، وأي سؤال عندك غتمشي غطرحه عليهم في الوكالة. الناس اللي مختصين في هذا الشيء، ما نبقاوش حنايا نسمعوا غير الفيديوهات وواحد يقولك ها شنو دير، ها شنو تجمع الوراق، ها علاش المؤشر، ها علاش ما تخلصتيش هاد الشهر، شنو هي الاسباب علاش ما تخلصتيش، علاش ما درتيش. نحاولوا نسمعوها من لسان ديال شي مسؤول اللي هو كيعرف اش كيقول. غادي نخلي لكم هذا الاوديو هذا باش تسمعوا التفاصيل الكامله اللي غادي توجهكم وتعرفوا علاش ما تخلصتوش في هذا الشهر ولا الشهر اللي فات، شنو هي الاسباب علاش قطعوا عليكم الخلصه الشهريه، يعني ديك 500 درهم ما توصلتيش بها. بقاو معنا في هذا الاوديو هذا. نتبع المشروع الملكي السامي اللي تم تنزيله من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي الشق الاول ديالو اللي كانت تعميم التغطيه الصحيه، وهذا الشيء كله دار كنلاحظوا بانه كاين واحد الفئه اللي تهدر عليها الاداء بسبب بعض الصعوبات. هنا كاين الجديد هو صدور قانون 41/23 اللي صدر في 4 ديسمبر 2023. الهدف ديالو هو الاعفاء جميع الاشتراكات والدعائر والمصاريف التحصيل بالنسبه لهذه الفئه من شهر 11 فما فوق. اللي بغى يستافد من هذا الاجراء ومن هذه الاعفاءات انه خصو يبادر بالاداء ديال المبالغ اللي غتبقى ليه، يعني بعد الاعفاء تتبقى ليه المبالغ من شهر 12/23 فما فوق. يعني دابا الناس اللي مشاو استافدوا خلصوا شهر 12 وشهر 1، ودابا راه دخل شهر 2 حتى هو غادي يتم الاداء ديالو باش يمكن لهم يستافدوا. مبادرة إلغاء الديون المستحقة اللي جابها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللي كيزاولوا نشاط خاص باش يستفد منه العامل غير الأجير، وهنا كنقصدوا العامل غير الأجير التاجير والمهني والحرفي كأمثلة، ومنهم سائقي الأجراء ولي زوتو أونتربرونور والسي بي يو، بزاف ديال العدد ديال لي كاتيجوري. فترة التأهيل اللي كتبدأ من 1/1/2024 حتى 30/4/2024 اللي منزوم على اي عامل غير الاجير ان يؤدي في هذه المده باش يمكن له يفعل الاعفاء. كيفاش يمكن له يؤديها؟ كاين جوج طرق سهلين، يعني عبر بوابه الاداء الالكترونيه يمكن له يولج لها من بوابه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي www.snss.com، او لا يمشي للمكاتب القرب المعتمده. وهذاك الاداء اللي جاي احسن طريقه اللي كنديروا بها الاداء هو الاقتطاع ديال الاداء الاقتطاع البنكي. دونك تيخصو باش يجيب لنا واحد البيان ديال التعريف البنكي اللي هو لوغيب، ويعمر واحد الترخيص، واحد الورقه اللي كتسمى الترخيص بالاقتطاع البنكي، باش تكون العمليه ديال الاقتطاع كدوز كل شهر في الوقت ديالها. وهنا ملي كنقولوا عمليه الاقتطاع تدوز في الوقت، يعني الحقوق ديالو في التغطيه الصحيه كتكون محلوله ليه والعائله ديالو والزوجه ديالو والاطفال ديالو. وباش يمكن ليك تستفد من هذا الالغاء خلال فتره التاهيل الممتده من يناير 2024 الى ابريل 2024.
علاوة على ذلك الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة 12 أشهر على الأقل كتبدأ من الشهر الموالي للشهر اللي بدأ فيه أداء الاشتراكات. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للاستفادة من هذا الإلغاء غادي يخضعوا لمدة تدريب كتخول لهم الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كتحدد في 3 ديال الشهور كتبدأ من الشهر الموالي للشهر اللي شرع فيه الأداء. بالنسبة للبادرة اللي قامت بها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهي بادرة أنا كان نشجع الناس باش كلهم يساهموا فيها لأن كيتعفى من جميع الرسوم وجميع داك الواجبات اللي قديمة وكنصح الناس باش يمشيوا في أسرع وقت ممكن أو عبر الهاتف ديالهم باش يستفدوا بحال استفدت أنا شخصيا. وفي الأخير لابد من تذكير أنه كيتم تسديد الاشتراكات الجارية المستحقة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعمال غير الأجراء https://www.cnss.ma/bpc/payment/assure/tns أو عبر مكاتب القرب المعتمدة. وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 3939. كما سمعتوا هذا مسؤول من داخل وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يفسر لكم بكل مصداقية. الناس اللي ما فاهمينش كنعاود نكررها ما تبقاوش تبعوا لمن هب ودب ويبقى يشرح لكم واحد الشروحات اللي كيحاول يديفيكم على الطريق اللي غاديين فيها نتوما. كاينين تمشي المقاطعة تسول تمشي كاينين في المقاطعات دايرين مكتب خاص موظف من الداخلية اللي مختص في الدعم الاجتماعي يشرح لك شنو كاين. ما كفاكش هو كتتمشي للصندوق الضمان الاجتماعي من صندوق الضمان الاجتماعي قال لك دوزنا لك تمشي للوكالة فلوسي وجا ولا ما جاوش واي واحد قال لك شي حاجه حاول تستفسر منه وتقول له علاش وكيفاش وطرح عليه اسئله طرح عليه اسئله ماشي تمشي وتجي خاوي تجي ما فاهم والو وتجلس في القهوه قدام الناس وتقول لهم داروا لنا وفعلوا لنا وهذه يقدر يكون على ما سمعت انا يقدر يكون المؤشر ديالك كان طالع شويه وصلتهم واحد المعلومه اللي هبطوا اللي كان المؤشر ديالك هابط وصلتهم واحد المعلومه بانك انت عندك شي املاك عندك شي حاجه ولا هذه والمؤشر ديالك راه طلع دونك كاينين اسباب ما يمكنش هما جاوا حبسوا لك الدعم غير هكاك دونك انا ما غنقدرش نفيدكم لانني انا ماشي من ذوي الاختصاص انا ما عنديش علاقه بالناس يعني انا ماشي موظف من الداخليه مخصص من باش ندير شروحات على الدعم الاجتماعي انا ماشي من وكاله الضمان الاجتماعي باش نقول لك شنو خصك وشنو اللي عليك كما انا درت هضرت في هذه الحلقه هذه غير باش نشرح لكم تمشيو عند الناس المسؤولين البيبان محلولين بيبان ديال الإدارة العمومية محلولة ولي ما بغاش يعطيني الوقت نقول له من حقي نطرح عليك سؤال وتجاوبني من حقك المواطن من حقك هذاك الموظف اللي حطاه الدولة تما كيتخلص شهريا إلا باش يكون في خدمة المواطن من حقك قانونيا ولكن ما نضرش أنا باش موظف ما غاديش يعطيك الوقت الكافي باش يشرح لك غير خصك تكون نتايا تهدر واحد الأسلوب مؤدب ماشي تمشي عند الموظف وتهجم عليه وتقول له ما جانيش لأن ماشي الموظف هو اللي كيخلصك من جيبه هو اللي عليه هو يشرح لك شنو ليك وشنو اللي عليك. والسلام عليكم.